فقدمتم في ساحات هذا الدور ورسالته الخالدة قوافل الشهداء لتكونوا في حال لا تخجلون من دنية فيها، بعد أن لم تترددوا إزاء وقفة عز وإيمان استجابة لنداء التاريخ الذي باركته روح وعطر السماء، فعاد التاريخ الذي تعاملتم معه كأنه عقيدة ليكون عقيدة غراء بكل معاني وموجبات الإيمان بها والتضحية السخية من أجل توصيل مبادئها وبناء مجتمعكم المجيد على أساس هذه المبادئ. إنه عقيدة الحاضر المتصل بروح ومعاني الماضي الكريم، بعد أن صارت روحه وفعاله العالية فيكم أيها النشامة والماجدات، فصرنا نحتفل بالسادس من كانوننا الثاني من كل عام كسفر تاريخي لنضال وجهاد الجيش المجاهد والشعب المؤمن على أساس المفاهيم نفسها التي أشرنا إليها. بعد أن أكدتم هذه المعاني بإيمانكم ومواقفكم ودماء الشهداء والجرحى وعذابات وصمود الأسرى، وصرنا نستذكر كل ذلك في هذا اليوم ونحتفل ونحتفي به في كل عام، ليس كأي احتفال وإنما احتفاء واحتفال وتجديد لعهد قطعناه لله أمام أنفسنا شعبا وجيشا وأمام أمتنا والإنسانية شعبا مجاهدا وجيشا مجاهدا نساء ورجالا، بعد أن أسسنا لهذه العقيدة عمقا في دمائنا ومعاناتنا وتعاملنا مع روح التاريخ وعمقه فاستحضرناه في تضحياتنا واستعدادنا عقيدة غراء مجيدة للحاضر والمستقبل. وعلى هذا أيها الشعب العظيم والجيش المجاهد الباسل، فإننا عندما نحتفل ونحتفي بيوم السادس من كانوننا الثاني إنما نلقي نظرة ونتأمل بروح صافية مؤمنة لا يخالطها دنس خيانة المبادئ ولا التخلي عن العهد الذي أشهدنا الله والأمة والإنسانية عليه، ليس إزاء ما مر علينا أو مررنا به من صعوبات استخرج من بين أنيابها كل ما يعز وتعتز به الأمة والشعب، وإنما لما ينتظرنا أيضا من دور ومواقف ليكون التواصل مع المعاني والدور العظيمين لأمتنا وشعبنا على أساس تاريخهما، لا وقفة مناسبات مجتزأة، وإنما هو الحال الأساس وهو الطريق والمضمون ليكون فيه تاريخ الحاضر وما اتصل به في الماضي القريب. عبر أكثر من 30 عاما من السفر المجيد وما يمتد به وإليه، ليكون عقيدة الأجيال القادمة من أبنائنا وأحفادنا في العراق مثلما هو عقيدة الحاضر ومحل اعتزاز المجاهدين والمناضلين في أمتنا وخزينهم الكبير خبرة ومعاني مع ما يردف هذا الحاضر من جهاد إخواننا في فلسطين وفي كل ساحة شرف ومواقف شرف أخرى لأبناء أمتنا، ليضربوا به مثلا يغدون السير بهديه لو استحضروه واستحضروا قبله أو معه كل عمق تاريخ الأمة وعقيدتها الغراء، فإنه سيكون قنديل ضوء موصول بذاك التاريخ البعيد للأمة وصوت درس بليغ فيها تعطره دماء الباذلين
ليكون الأحفاد بعد الآباء والأبناء على الطريق الصحيح مهما عظمت وغلت التضحيات، ليندحر كل باغ ظالم أثيم لو أراد بالأمة ما يسيء إليها، طامعا فيها متجاوزا عليها. إنكم أيها العراقيون وأيها النشامى بتجديد عهدكم أمام الله والنفس وأمتكم والإنسانية على مواصلة الجهاد، لا تحصنون الاعتزاز بما آمنتم به وضحيتم من أجله فحسب، بعد أن جسدتم معانيه مغمسا بالدم الطهور ومعاناة التضحية والجهاد، وإنما تضمنون النصر النهائي على أعداء الله أعدائكم، لأن الله يحب المتوكلين عليه ويحب الصادقين ويحب المؤمنين الأقوياء ولا يحب الضعفاء. وإذا ما رضي الله عنكم وما النصر إلا من عنده سبحانه، سيكون نصركم مؤكدا عند الخطوة الأولى وعند النهاية التي تكون فيها هزيمة العدو، هزيمة مخزية بعد أن أساء إلى نفسه وإلى الناس، فلم يحسن التقدير والتصرف بعد إذ جانب أي معنى مشرف مما يتفاهم ويلتقي عليه الناس الخيرون ويتعاونوا على أساسه. أما إذا اختار الطامعون غير هذا، فإننا جميعا بعد أن نشكر الله نكون أكثر من غيرنا سرورا به، بل ونشكر الله سبحانه لو هدى الأعداء إلى سواء السبيل، مثل ما نشكره سبحانه لو بطش بهم وأخزاهم بغرورهم. اللهم اهدهم إلى سواء السبيل لو شئت، وإلا فاغضب عليهم وابطش بهم بطشتك الكبرى، فإنهم قوم مجرمون. وإذا أراد أحد أن يستضعفكم أيها العراقيون فقولوا له اخسأ أيها القزم الصغير، فنحن أبناء أمة إيمان عظيم وأمة مجيدة وشعب عريق علم بحضاراته الإنسانية كلها ما لم تكن تعلم، ونحن أبناء السيف والقلم، وبسم الله لن نهاب أحدا في حقنا، وسنواصل الطريق على وفق ما أراد الله لإنجاز دورنا الذي يقدره الله لنا، وأن حقنا واضح وباطلهم واضح، ونحن لسنا من يخشى باطلهم، أخزاهم الله، وأن الله ربنا وهو الأكبر ولهم الدنيا والعار ولنا المعالي والمعاني التي ترضي رب العالمين والإنسانية الحرة، وأن من تزين رايته وهي ترفرف على ساريتها عبارة الله أكبر ويحفظ العهد لله والشهداء والمؤمنين لا يخشى الظالمين، وأن النصر في صدورنا يقينه عظيم وسيكون قطافه في أيدينا، ترفرف راياته فوق رؤوسنا كشعب أغر وأم مجيدة إن شاء الله، والعار ثم العار مع الاندحار لشانئكم، وكل عام وأنتم بخير وتحية.